الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل ما ندخل في باب الجهاد أو كتاب الجهاد، كنا وقفنا قبل كده في كتاب أو في فصل العقيقة على قوله وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية قبل الجهاد مباشرة، إن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، هذا اختيار. قال كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر ذبح شاة فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية، هذا اختيار. وإن كان الأفضل في ذلك أن يفرق بين هذه وهذه، أن هذه سنة مفصلة عن هذه، فتكون العقيقة وحدها هذه سنة بسبب لها سبب، والأخرى هذه سنة لها سبب. فالأضحية سنة العيد سبب العيد، والعقيقة سنة للمولود أو واجبة على قول، فعلى قول أنها واجبة فلا تدخل في الأضحية، على قول بأن العقيقة واجبة لا تدخل في الأضحية على القول بأنها سنة، وعلى القول قول من قال هذه واجبة وهذه واجبة لا يتداخل واجبان. فعلى ذلك هنا الأولى فيها أن يكون للعقيقة سنتها وحدها وللأضحية سنتها وحدها، فإذا جمع النيتين نرجو أن يجزئه على القول بسنة هذه وهذه، وليس هذا الأفضل، وليس هذا الأفضل، إنما الأفضل إنها كل سنة تختص بسبب فتكون وحدها. ذكر في آخر الكلام هنا اللي احنا وقفنا عليه في آخر درس أيام ما درسنا الحج والعمرة، قال ولا تسن الفرع، قال وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة. يبقى هنا في فرع وعتيرة، الفرع هو أول ولد الناقة، كأن إنسان عنده جمال عنده نوق وبعدين ولدت الناقة أول ولد لها فيقوم يذبحه تقربا لله عز وجل. فهنا بيذكر لنا أنه لا يسن، يعني لا يقال أنه من السنة كذا، وحنشوف الدليل اللي فيها. قال ولا العتيرة، العتيرة أن يذبح من أجل شهر رجب في هذا الشهر. يقول العتيرة ذبيحة رجب، يعني بعض الناس يحب أنه يذبح في شهر رجب فبيقول لا تسن، ولكن هل يكره أو هل يحرم ذلك؟ الراجح أنه لا يكره ولا يحرم ذلك لما سنراه بعد ذلك. يجوز الإنسان يذبح في رجب وفي غيره، ويجوز أنه يذبح ولد الناقة إن شاء، ولكن هل يستحب؟ الحديث يبين لنا أنه لا يستحب ذلك على ما سيأتي. قال فإنه كان يقول، قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. قال ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة، حديث متفق عليه. لو كان هذا الحديث وحده فقط في الباب يبقى إنه لا فرع ولا عتيرة لا يجوز ذلك، لا فرع ولا عتيرة. قال ولا يحرمان، لا يحرم الفرع ولا العتيرة، ولا يكرهان. ليه لا يكرهان ولا يحرمان؟ قال المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي، ليس النهي، يعني الخبر اللي جاء فيها لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دليل أن هذا ليس نهيا. حديث عمرو بن الحارث قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال، قال رجل، أو عمرو بن الحارث هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الفرائع والعتائر، قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية. الحديث رواه أحمد والنسائي ولكنه إسناده ضعيف، إنما في حديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد ورواه أبو داود والنسائي ورواه الحاكم أيضا وصححه الشيخ الألباني، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق، الفرع حق، وهذا حديث صحيح. هذا الصارف لقوله في الحديث الآخر لا فرع ولا عتيرة عن النهي، أن هذا ليس نهيا وليس محرما وليس مكروه، ولكن كأنه يقول لا فرع واجب، يعني لا يجب الفرع،
وكأنهم كانوا يوجبونه على أنفسهم في الجاهلية أنه إذا كان عنده إبل فأول ما يولد منها يقوم يذبحه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع، مش مطلوب منكم هذا الشيء، ليس فرضا عليكم أن تفعلوا ذلك. ولا عتيرة، كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب، فكانوا يعتمرون في شهر رجب وكانوا يجعلون له حرمة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المسلمين يذبحون في هذا الشهر فقال لا عتيرة، يعني لا يجب عليكم ذلك. بلا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. قال هنا في الحديث الصحيح الفرع حق، يعني ليس من الباطل، ليس من الباطل، ومن فعل ذلك فهذا حق ليس باطلا وليس حرام. قال وأن تتركوه حتى يكون شغربا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك. إذا هنا الحديث بيّن لنا المعنى إيه يقصد لا فرع ولا عتيرة. لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، ولكن إن فعلت فهذا من الحق وليس من الباطل، شيء تتقرب به إلى الله عز وجل ليس حرام، ولكن يدلك على ما هو أفضل من ذلك. الأفضل من ذلك تفعل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تتركوه حتى يكون شغربا، هذه اللفظة اختلفوا في روايتها، ولكن الغرض منها أنه يغلظ يكبر يسمن يكون نافع ينفع. لما تذبح ولد الناقة جمل لسه مولود هيبقى جلد على عظم، لكن لما تتركه يعدي عليه سنة يكون ابن مخاض يبقى فيه لحم، تتركه يمر عليه سنتان يبقى ابن لبون يبقى فيه لحم ممكن ان هو يؤكل يبقى فيه فائدة للفقراء. فقال صلى الله عليه وسلم الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون شغربا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة. يبقى هنا كأنه دلهم على ما هو أفضل، بدل ما تذبحه وتوزعه لحما لا ادي أرملة تنتفع منه يبقى بكماله، تعطيه لأرملة تنتفع به. أو يحمل عليه في سبيل الله، إنسان يحمل عليه في سبيل الله للجهاد يعني، خير من أن تذبحه. فإذا ذبحت هذا الجمل المولود الصغير هيحصل إيه؟ قال خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره. يبقى هنا لما هتذبحه جلد على عظم، إيه اللي هتاخده منه؟ قال يلزق لحمه بوبره. وتكفأ إناءك، تكفأ إناءك، يعني كأن الناقة كانت تدر لبنا لابنها وتنتفع أنت من هذا اللبن، فلعلها ينقطع عنها هذا اللبن كفأت إناءك فلم تستفد شيئا. وتوله ناقتك، لما تذبح البعير الصغير توله الناقة، يعني حرمتها من ولدها يبقى الناقة حتحزن وتولهها بهذا الذي فعلت في ابنها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، وقال الفرع حق يعني من فعل فليس هذا من الباطل، لكن الأفضل ألا تفعل ذلك وافعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ده الجزء اللي كنا سبناه في الكلام عن العقيقة. هنا كتاب الجهاد، الجهاد يقول لنا وهو فرض كفاية لقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس إنها ناسخة لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثم كله. الجهاد في سبيل الله سبحانه فريضة فرضها الله عز وجل على المؤمنين، كما كتب عليهم الصيام، كتب عليهم الصلاة، فرض عليهم الزكاة، كتب عليهم الحج، كذلك كتب عليهم ذلك، وأخبرهم أنه كره لكم، أن هذا شيء تكرهونه لما يحدث فيه من قتال وما يحدث فيه من قتل ومن أذى، ولكن الله عز وجل أعلم بالخير الذي لكم ففرضه عليكم وهو الأخير لكم. الجهاد مأخوذ من الجهد والجهد، فالجهاد أصله لغة المشقة، المشقة
يقال جهدت جهدا وجهادا يعني بلغت المشقة، شرعا معناه بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. يطلق أيضا الجهاد على مجاهدة النفس وعلى مجاهدة الشيطان وعلى مجاهدة الفساق، يطلق على ذلك كله. يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري: أما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين. إنسان يجاهد نفسه، ومن لم يجاهد نفسه لا يقدر على جهاد الكفار، فيجاهد نفسه ويربي نفسه ويتعلم حكم دين الله سبحانه ويعمل بذلك ويعلم غيره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا أهل أن يجاهد الكفار. فقال الحافظ هنا: أما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها. هذا جهاد النفس، تعلم أمور الدين ثم العمل بهذا الذي تعلمت ثم تعلم غيرك، هذا في جهاد النفس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن النجار وأبو نعيم والديلمي من حديث أبي ذر، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، فهذا من أفضل الجهاد. فالإنسان الذي يجاهد نفسه فيتقي الشبهات ويتقي المحرمات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويربي نفسه على طاعة الله سبحانه، هذا أهل لأن يجاهد الكفار فلا يفر منهم، لأن يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى على بصيرة وعلى علم بهذا الذي يدعو إليه. يقول الحافظ: وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. الشيطان يأتي للإنسان بشبهات كي يخرجه عن طريق الحق ويحرجه إلى طريق الباطل، فالإنسان يجاهد شيطانه بأنه يقرأ كتاب الله ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الحق من الباطل، فيجاهد الشيطان ويدفع ما يلقيه عليه من الشبهات وما يزينه له من الشهوات. أما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب بحسب ما يستطيع المؤمن. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب. يقول الحافظ: وقد روى النسائي عن سبرة ابن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه، فقعد له بطريق الإسلام. الشيطان قعد لابن آدم على طرقه، طرق ابن آدم، طريق الإسلام، طريق الهجرة، طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، شيطان قعد له في كل طريق من الطرق حتى يثبطه وحتى يمنعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، تترك دينك ودين آبائك وتدخل في الإسلام. قال: فعصاه فأسلم، يأس الشيطان من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: فعصاه فهاجر. يعني الشيطان جاء للإنسان في طريق هجرته وقال له: تهاجر، حتسيب الأرض اللي انت فيها، اللي انت بتروح وبتيجي وانت عارفها، تروح لأرض تانية مثل كمثل الفرس في الطول. الطول الحبل الذي يربط به الفرس، حبل طويل ولكن الفرس لا يقدر أن يتخطى مداله ويتعدى حدوده، فهو مربوط بهذا الحبل. فكأن الشيطان يقول للإنسان: هتروح بلد تانية، بلد غريبة، وتبقى ما تقدرش تروح ولا تيجي، كأنك مربوط زي هذا الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال.
شوفوا حيل الشيطان وكيد الشيطان في الإنسان، إن يجي للإنسان تجاهد إيه؟ تروح تجاهد ستقتل، وبعدين زوجتك هتروح تتجوز غيرك، وبعدين المال بتاعك يقسم ويضيع المال. الإنسان عمره وأجله معلوم ومحدود ومكتوب، لن يتعداه، لن يتجاوزه. فالإنسان هاجر وجاهد وقتل أو مكث في داره فسيموت، الأجل هو الأجل، لن يزيد ولن ينقصه. ولكن الشيطان يلبس على الإنسان حتى يحيره، ويمني الإنسان حتى يغيره عن طريقه إلى طريق الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا المجاهد في سبيل الله عز وجل، سواء أنه قتل بأي صورة من الصور أو حتى مات في أثناء جهاده، فالله عز وجل وعد بأن يدخله الجنة وجعل ذلك حقا عليه سبحانه تبارك وتعالى. الجهاد يقول لنا العلماء أنه فرض كفاية. الفروض قلنا منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفائي. فرض عين يكون على الجميع من هم أهل الله، من له أهلية هذه الفريضة فهو فرض عليه، زي الصلاة فريضة على كل مسلم مكلف والبالغ العاقل فرض عليه أن يصلي. المرأة أنها طاهرة من الحيض والنفاس فرض عليها أن تصلي. فهنا فرض عين يعني على الجميع، لا يغني فعل واحد عن فعل واحد آخر. لكن فرض الكفاية زي ما ذكرنا في تغسيل الميت، في دفن الميت، في الصلاة على الجنازة، إذا قام بهذا الفرض البعض سقط الإثم عن الجميع، عن الباقين. وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. يبقى فرض الكفاية المطلوب الفعل، فعل هذا الفرض. فرض العين المطلوب الفاعل، الفاعل أن يفعل ذلك. فالجهاد المطلوب الفعل نفسه، فعل الجهاد في سبيل الله عز وجل بحسب الإمكان وبحسب القدرة والاستطاعة. يبقى الجهاد فرض كفاية. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال، وقال: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وإذا هنا ما هوش على الجميع، مش كل المؤمنين حينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل طائفة تخرج مجاهدة، طائفة أخرى تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم هذا الدين حتى تبلغ هؤلاء الذين خرجوا إذا رجعوا لعلهم يفقهون. قال ابن عباس في هذه الآية من سورة التوبة: إنها ناسخة لقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا، وهي من نفس السورة من سورة التوبة أيضا، انفروا خفافا وثقالا. وقال هنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلما أمر الجميع بعد ذلك رخص أن البعض يخرجون والبعض الآخر يمكثون يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جماهير أهل العلم أن الجهاد فرض كفائي، ويتعين في أحوال كما سيأتي، ثلاث أحوال يكون فيها فرض عين، في باقي الأحوال هو فرض كفائي. يقول هنا: يسن مع قيام من يكفي به. يسن يعني مع وجود من يقومون بذلك، ويكفي الجهاد، هؤلاء يقومون بالجهاد. للآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة يغدو يعني مرة يخرج أول النهار، أو روحة مرة يخرج في الرواح في آخر النهار، راحة أو جاء غدا أو راح في سبيل الله هذا خير من الدنيا وما فيها. الحديث متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. اغبرت أي أصابها الغبار، خرج فأصاب التراب قدميه. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف،
إن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لا يفتن في قبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يعني يكفيه ما كان فيها من بريق السيوف وسماع أصواتها فوق رأسه في القتال، كفى بذلك فتنة أنه لم يفر، فلا يفتن هذا الشهيد في قبره، يعني لما يأتيه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك، فكل إنسان يفتن في قبره بذلك، لكن الشهيد والمرابط الله عز وجل يقيه ذلك. ولا يجب إلا على ذكر، ولا يجب إلا على ذكر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحد والعمرة. على النساء جهاد، بتسأل السيدة عائشة هل على النساء جهاد؟ فقال جهاد، يعني عليهن جهاد، ليس هذا الجهاد الذي بالسيف، ولكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة. وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حد مبرور، لكن يعني للنساء أفضل الجهاد بالنسبة لهن، يعني قال حد مبرور. جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحس على ذلك، مما جاء حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم، الذي يتشبه بالكفار فهو مثلهم، الذي يتشبه بالفساق فهو مثلهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حديث صحيح. أيضا جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لا تزال طائفة من هذه الأمة على هذا العز وهذا النصر من الله عز وجل، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، طائفة منصورة لا تزال هكذا حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذا الحديث ذكر فيه قال حتى يأتي أمر الله، كأن أمر الله عز وجل هنا ما ذكرناه في حديث الأمس أنه يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض المؤمنين بعد زمن المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر. أيضا في حديث آخر في سنن أبي داود في مسند الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين، والجهاد جهاد الكفار، يجاهد الكفار، قال بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. وجاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم في بيان كيف أن المؤمنين إذا نصروا دين الله عز وجل كانوا أعزة، فإذا تركوا دين الله عز وجل أذلهم الله سبحانه. في الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا أو سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر هنا كيف يأتي المسلمين الخذلان من أنفسهم، من أنفسهم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، العينة صورة من صور البيع اللي حندرسها بعد كده، حقيقتها الربا، حقيقتها الربا، كأنها عين لم تنتقل من صاحبها، فتبايع الناس بها حتى يحلوا الربا. إنسان عايز يستلف مالا بربا، يقوم يجيب سلعة عينا ويقول للتاني تشتري هذه العين بمئة، فالآخر يشتريها بمئة، فأخذها بمئة حالا وقبض هذا الثمن، وقال تبعها لي بمئة وعشرين إلى أجل، فأخذ العين وأخذ الثمن وبعد أجل يدفع مئة وعشرين. فهذه العينة كأنه بيع عين لم تنتقل من صاحبها،
هي معه، وإنما كانت حيلة على الوقوع في الربا. والمعنى إذا تحايلتم على الربا، إذا صنعتم الحيل حتى تبيحوا الربا، انتظروا الذل من الله سبحانه. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني كل واحد رضي بالريف والقعود فيه، وإنه بربي بقر، بربي ماعز، بربي غنم، بربي رضي بهذا الشيء، أما أمر الله فليس على باله. قال: ورضيتم بالزرع، ركنتم إلى المكس بجوار أراضيكم وزروعكم ومواشيكم، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى المؤمنون لما ينظرون في أحوالهم، لماذا المسلمون في ذل في العالم الإسلامي كله الآن؟ لماذا؟ لتركهم دينهم وراءهم ظهريا، مكن الله عز وجل غيرهم منهم، فحتى يراجعوا دينهم فليربي كل منهم نفسه، فليتب إلى ربه سبحانه، فليترك المحرمات. إن تنصروا الله ينصركم. لا يأتي نصر الله إلا إلى من نصر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما من ترك دين الله وراءه، أما من تعامل بالربا، أما من رضي بالدنيا وترك الآخرة، أما من جعل دينه وراء ظهره، يتوب في الأول إلى الله عز وجل ويراجع دينه، فإذا رجع إلى دينه استحق من الله عز وجل أن ينصره وأن يمكن له. النصر له أسباب، النصر له أسباب. الإنسان المؤمن إذا كان صادقا في نفسه، عارفا ما هو دين الله سبحانه، من هم أعداء الله سبحانه، أعد نفسه وأعد العدة لأن يجاهد في سبيل الله، عرف أن الجهاد جهاد في سبيل الله، ليس في سبيل الهوى، ليس في سبيل أن يكون هو أميرا أو يكون هو شيئا كبيرا في الناس، جاهد. والله عز وجل لما يذكر الجهاد يقول: جاهدوا في سبيل الله، في سبيل الله. ولما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية للجهاد يقول: اخرجوا باسم الله، جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فهنا يذكرهم بالله سبحانه تبارك وتعالى: تخرجون في سبيل الله سبحانه، اخرجوا خارجين على اسم الله سبحانه، مجاهدين في سبيل الله. يبقى الجهاد يجاهد الكفار، لا يجاهد المسلمين، لا يقتل المسلمين ويقول أنه يجاهد في سبيل الله، إنما يعرف من هو عدوه الذي يستحق ذلك، فيعد العدة لذلك كما قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لن يأتي النصر بين يوم وليلة، إنه الإنسان طيب تبت يا ربي الصبح يصبح منصور، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ورباهم في مكة، وكانت دار كفر، ربى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وما آمن معه فيها إلا القليل، هاجر إلى المدينة ومكث فيها حتى فرض الله عز وجل عليه الجهاد، فجاهد في سبيل الله، وتربى المسلمون بالجهاد في سبيل الله، انتصروا في أحايين كثيرة وهزموا أحيانا، وعلموا أن الهزيمة بسبب من أنفسهم، وعلموا أن النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك المؤمنون حتى يمكنهم الله سبحانه فليأخذوا بأسباب التمكين قبل أن يقول إنسان أنا أخرج أجاهد، فليعرف من هو عدوه الذي يستحق أن يجاهد في سبيل الله سبحانه، وكيف يعد نفسه، يعد أهله، يعد من يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكونوا مؤمنين صادقين. فإذا جاهدوا في سبيل الله لم يفروا ولم يتركوا دين الله سبحانه تبارك وتعالى وراءهم. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لما يسلط الله عز وجل الذل على الناس على المسلمين، قال: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى البداية لرفع الذل عن المسلمين مراجعة دين الله سبحانه، التعلم، أن يتعلم الإنسان ما هو دين الله سبحانه تبارك وتعالى.
الكثيرون من المسلمين لا يعرفون ما هو دين الله سبحانه، يتكلم عن الدين لا يعرف ما هي العقيدة، لا يعرف ما هو فقه هذا الدين، لا يعرف كيف يعبد ربه سبحانه خاليا عن الشرك متمسكا بالتوحيد، لا يعرف كيف يتعامل معاملات صحيحة. ثم لعله يتكلم عن الجهاد وهو لا يعرف ما هو فقه هذا الجهاد الذي يتكلم عنه. الجهاد في سبيل الله، هنا الفقهاء يكلموننا كيف يكون هذا الجهاد، ما هو الإعداد الذي يكون للمسلمين إذا لاقوا الكفار، ما الذي عليهم أن يصنعوا، متى يجوز لهم أن يفروا، متى لا يجوز لهم ذلك ويبوؤون باسم عظيم عند الله سبحانه، أحوال الغنائم وأحوال الفيء إذا حصل ذلك، أحوال الأسرى كيف تكون المعاملة معهم وفيهم، أحوال ما يغنمونه من الكفار وغير ذلك من أشياء يتكلم عنها الفقهاء في كتاب الجهاد. بدأ هنا بقوله ولا يجب إلا على ذكر، لا يجب الجهاد إلا على ذكر. لحديث عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. إذا الجهاد ليس على النساء، ليس فرضا عينيا على النساء. على ذكر مسلم مكلف، مسلم مكلف يعني كغيره من الفروض التي فرضها الله عز وجل لا تكون إلا على المكلفين. شروط الجهاد بقى الإسلام، البلوغ، العقل، لما نتكلم نقول مكلف يعني بالغ عاقل، ويكون حرا، ليكون حرا. قال هنا مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. شوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الرجولة، على القوة، على أنه بالغ الآن، طالما بالغ يبقى هذا رجل، ما هوش طفل صغير. شوف انظر إلى زماننا وانظر إلى زمان هؤلاء الرجال الأفاضل، كيف أن ابن عمر في يوم أحد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضه أبوه أنه ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ابن عمر في يوم أحد كان عنده 14 سنة، 14 سنة، رده النبي صلى الله عليه وسلم، رده. الآن اللي عنده 14 سنة يقولوا له طفل، طفل. عنده 15 سنة لغاية 18 سنة لسه عيل يقولوه. يبقى هنا إمتى يكون رجلا هذا؟ هو بالغ وهو يفعل المنكرات ويقولوا لا لا، طفل صغير لسه غير مكلف الآن. الدين يقول طالما أن هذا الإنسان قد بلغ فهو مكلف، مكلف بالأحكام الشرعية، بالأوامر، بالنواهي. هذا يخرج ليجاهد في سبيل الله، يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، يستصغره في يوم أحد. طيب استصغره لغاية قد إيه؟ قال وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. بعده في يوم الخندق أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 15 سنة في يوم الخندق، كأنه في يوم أحد كان عنده 14 إلا 13 وشوية، فجبر الكسر وقال 14 سنة فيها. في يوم الخندق كان سنة 5 وأحد كان سنة 3، فكأنه بالكسر فيها، كأنه في يوم أحد أقل من 14، في الخندق عنده 15 وشوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه ليجاهد في سبيل الله، هذا سنه في يوم الخندق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يجب على المسلم المكلف الصحيح، يبقى ذكر مسلم مكلف صحيح، أي يكون سليما من العمى والعرج والمرض. قال الله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يبقى هؤلاء رفع الله عز وجل عنهم الحرج لأنهم لا يقدرون. وقوله غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال ولقوله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني هؤلاء الذين ينصحون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء منهم مرضى ومنهم ضعفاء ومنهم لا يجدون ما ينفقون، فليس على هؤلاء حرج لأنهم محسنون. قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يبقى ذكر مسلم مكلف صحيح، واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، واجد هذا إذا خرج هو مجهزا نفسه،
والآن ليس أمر الجهاد كذلك، وإن أمر جيوش موجودة في بلدان، فالدول تتكفل بها، فإذا لم يوجد إلا مثل هذه الصورة في بعض الأماكن فعلى ذلك هذا الذي يجد يكون فرضا عليه، الذي لا يجد ليس فرضا عليه. أما إذا كان الدولة تصرف عليه وتأمره بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى فليس له عذر أن يقول أنا فقير لأن الدولة تنفق عليه أو تصرف عليه. لكن هنا بيتكلم عن أناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرجوا للجهاد وهو ليس عنده ما يجهزهم صلوات الله وسلامه عليه، فيخرجون كل منهم يجهز نفسه للخروج في سبيل الله سبحانه. قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقول تعالى ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد، العبد ذكرنا قبل ذلك في الصلاة أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، هو مشغول بحق سيده فالله عز وجل لم يلزمه بالجماعة، لكن إذا تحرر ليلزمه صلاة الجماعة. كذلك الجهاد لا يتعين على عبد إلا إن حضر والتقى الصفان، تعين على من حضر في القتال إذا التقى الصفان. لا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية. ويتعين، يتعين أن يصير الجهاد فرض عين. متى يصير الجهاد فرض عين على المسلمين؟ ذكر ثلاث أحوال. قال إذا تقابل الصفان، يعني إذا حصل جنود المسلمين أمام جنود الكفار إذا هنا التقى الصفان لا يجوز لأحد أن يفر، وجب عليهم أن يكروا على الكفار ولا يجوز لهم أن يفروا. قال يتعين إذا صار فرض عين حين التقاء الصفين. ثاني صورة إذا نزل العدو ببلدة، إذا نزل الكفار داخل ديار المسلمين تعين على الموجودين أن يقوموا بهذا الفرض بواجب الجهاد وبالدفاع عن بلدهم والدفاع عن حرماتهم والدفاع عن أموالهم أمام هؤلاء. يبقى نزول الكفار بداخل بلاد المسلمين يتعين على الموجودين أن يصدوا هؤلاء وأن يدافعوا عن أنفسهم. قال إذا نزل العدو ببلدة لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله سبحانه فلا تولوهم الأدبار، وقوله سبحانه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ثالث صورة من صور الفرض أو فرض العين إذا استنفرهم الإمام، إذا استنفرهم الإمام يعني حاكم المسلمين، إذا استنفر مجموعة للخروج في الجهاد في سبيل الله وجب على هؤلاء أن يخرجوا مجاهدين في سبيل الله سبحانه، إذا استنفرهم الإمام، لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. إذا هذه الثلاث صور التي يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم موجود. الصورة الأولى حين التقاء الصفين، حين التقاء الصفين لا حيلة لأحد إلا أن يجاهد في سبيل الله سبحانه ولا يجوز له أن يفر إلا في صور نذكرها. الصورة الثانية إذا نزل الكفار بديار المسلمين، احتلوا ديار المسلمين وجب على من فيها أن يجاهد هؤلاء الكفار. الصورة الثالثة إذا استنفرهم إمامهم للجهاد في سبيل الله فأخرج طائفة أو أمر الجميع وجب عليهم أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله. قال وسن تشيع الغازي لا تلقيه، يعني يسن تشيع الغازي إذا خرج مجاهدا في سبيل الله لا تلقيه، يعني يقصد لا يسن إذا رجع أنه يتلقى، وإذا تلقوه فهذا جائز، ولكن كلامه هنا يعني هل يستحب ولا لا يستحب، والظاهر أنه يستحب، لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقى، ده صحيح. قال احتج به أحمد. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها،
ضعيف، حديث ضعيف. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. يعني يزيد كان راكبا وأبو بكر ماشيا بجواره يغبر قدميه في سبيل الله سبحانه، فقال له إما أن تركب وإما أن أنزل، فرفض وقال أبو بكر رضي الله عنه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. رجال ورجال الصحيحين، رجال الشيخين. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، الإمام أحمد بن حنبل شيع مجاهدا في سبيل الله حافيا، حافيا يعني حتى تغبر قلماه في سبيل الله، يعني يأخذ بالحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغبر قدماه في سبيل الله. قال ذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد، إلى بقيع الغرقد. حديث حسن. وفي التلقي وجه كالحاج لحديث السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. هنا اللي قلنا في الأول أنه يستحب أنه يودع الغازي وأيضا يتلقاه لهذا الحديث الصحيح. قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام، جاء في صحيح البخاري بمثل هذا المعنى. قال وأفضل متطوع به الجهاد، أفضل متطوع به يعني التطوع، يتطوع الإنسان بصلاة النافلة، يتطوع بصوم النافلة، يتطوع بقيام الليل، يتطوع بعمل الخير، أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله سبحانه. لحديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. حديث متفق عليه. وذكر الإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه، يعني لا يوجد من أعمال البر ما هو أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه أن يجاهد الإنسان في سبيل الله. قال وغزو البحر أفضل، الغزو في البحر أفضل لأنه أعظم خطرا. يبقى هنا النظر إلى الخطر، الخطر طبعا في الماضي كان ينظر في الغزو في البحر هذا خطير، الغزو الآن في الجو أعظم، أعظم. الذي في البحر ممكن ينزل في المية يعوم في المية وقد يغرق، اللي في البحر ما في، في الهواء في الجو ما فيش مجال إلا الموت فقط. فكلما كان أشد خطورة كلما كان أعظم أجرا عند الله سبحانه. قال لأنه أعظم خطرا. ولحديث أم حرام مرفوعا المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، يعني شوف كلما كان الأمر أصعب على الإنسان كان الأجر عند الله عز وجل أعظم. فالإنسان الذي خرج في سفينة في البحر مجاهدا في سبيل الله سبحانه يصيبه القيء، يصيبه الدوار، المائل في البحر يميد يعني يضطرب ويهتز كأن بطنه تميد تضطرب وتهتز، يرجع يتقيأ هذا الإنسان له أجر شهيد. والغرق له أجر شهيدين، والغرق الذي يموت غرقا في البحر له أجر شهيدين. هذا حديث حسن رواه أبو داود. وعن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائل في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا وفي في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر. بس هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، إنما يغني عنه الحديث السابق. تكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، الشهادة عظيمة جدا، الإنسان الذي يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل له أجر عظيم. فهنا يذكر لنا في الحديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، كل ذنب يغفر للشهيد إلا الدين. وهذه بقى أمر خطير جدا، أمر الدين، احذر من الاستدانة إلا أن تكون محتاجا لها، لا تستدن ما لست محتاجا إليه، لا تستدن ما لا تقدر على رده. إن هنا إنسان يوم يستسهل أنه يقترض، يقترض ولا يكتب الذي عليه ولعله ينساه ويستسهل أموال الناس، ثم يموت هذا الإنسان أو يستشهد في سبيل الله، يستشهد
ويغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين لا يزال مسؤولا عن هذا الدين حتى يوفيه من حسناته لهذا الذي أخذه منه يوم القيامة. جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هنا في حديث أبي قتادة وفيه: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ هذه القتلة إذا قتلت في سبيل الله هل تكفر عني بها خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. شرط أنك تجاهد في سبيل الله تكون صابرا محتسبا، يعني جهادك لله ليس للهوى، ليس للشيطان، ليس لعصبية، ليس لأن يقال أنه مجاهد في سبيل الله، ولكن ابتغاء إعلاء دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الذي يجاهد صابر محتسب مقبل لم يفر غير مدبر. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، إلا الدين. يبقى الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل الله عز وجل يغفر له كل شيء إذا كان بهذه الصفات، أنه مجاهد في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر، ليس عليه دين، ليس عليه دين. أيضا جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة: قال الشهيد: لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها، إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. هذا الشهيد، لعل الإنسان ينظر إلى موتة الشهيد أنها موتة بشعة، لا، قنبلة نزلت عليه قطعته قطعة. هنا أنت لا تعلم الغيب، ولكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله عز وجل أن هذه القتلة التي قتلها وإن كان منظرها غاية في البشاعة، ولكن حقيقتها لا يشعر بها هذا الشهيد في سبيل الله عز وجل. فقال في الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين معناه: الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. أيضا من فضائل الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. شفاعة الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، رواه ابن حبان عن أبي الدرداء. أيضا في الحديث في مسند الإمام أحمد عن نعيم بن هبار قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يلقون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، إن الله تبارك وتعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه. إن الله تبارك وتعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه. هؤلاء الشهداء أعظم الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول ولا يفرون، قال: ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يلقون في الغرف العلى من الجنة. يقول هنا: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. الإنسان الذي تعين عليه القتال في الصور الثلاثة اللي ذكرناها هذا يجاهد، خلاص هو التقى الصفان ملوش حيلة إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. ولكن إنسان يريد أن يتطوع بذلك، يبقى هنا ينظر هل عليه ديون؟ ليس من حقه أن يخرج إلا أن يستأذن صاحب الدين، إلا أن يستأذن الغريم. فهنا في حديث ابن مسعود أو في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، يعني يغفر للشهيد لكن الدين هذا يتسبب في عدم المغفرة له. طيب، قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. الأب المولود أو الأم أحد الأبوين، الأب حر مسلم، الأم كذلك، فلا يخرج الابن للجهاد متطوعا إلا بإذنه. يبقى الصور الثلاثة التي ذكرناها صور يتعين فيها الجهاد: حين يلتقي الصفان، حين ينزل العدو ببلد المسلمين، حين يستنفر الإمام مجموعة من المسلمين للجهاد في سبيل الله. ما فيش هذه الثلاثة يبقى هذا فرض، هذا تطوع في سبيل الله سبحانه. فإذا أراد أن يتطوع
فلينظر هل عليه دين فليسد الدين في البداية، يبقى يؤدي ما عليه من الدين، لا يقدر يبقى يستأذن الغريم، إن أذن له خرج، إذا لم يأذن له ليس من حقه أن يخرج، لأن الدين معلق بعنقه يسأل عنه عند الله سبحانه حتى ولو كان شهيدا. الدين خطير جدا، وكثير من الناس ما ياخدش باله من أمر الدين، يستلف من الناس، ويعني إذا نسى الناس ما عليهم دين هو رخر يعمل نفسه ناسي وما يسدش ما عليه للناس، ينسى أنه يأتي يوم القيامة فيسأل عن هذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله أتلفه الله. الذي يأخذ أموال الناس وهو ينوي الأداء، يعني في نيته بيستلف علشان يرد، فالله عز وجل يعينه على الرد. لكن الإنسان الذي يأخذ أموال الناس وفي نيته أنه مش راضي حاجة، هذا الإنسان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتلف، أو أخبر عنه أن الله لن يتركه حتى يتلفه أتلفه الله. قال: ولا يتطوع من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. الدليل فيه قال: لقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله حديث متفق عليه، فقدم بر الوالدين على الجهاد، فهنا الجهاد أن يكون تطوعا وليس فرض عين. وعن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، فهذا محمول على التطوع. الرجل أراد أن يتطوع مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: ففيهما فجاهد. حديث رواه البخاري. أيضا في حديث رواه أحمد وأبو داود أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشرك؟ هنا الرجل يقول أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ هل باليمن يعني أنت هجرت الشرك، وهو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: الجهاد أعظم شيء ولكنه الجهاد، طيب حي أبواك؟ فقال الرجل: نعم. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذن لك؟ أذن لك؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن فعل وإلا فبرهما، فإن فعل وإلا فبرهما. فقدم بر الوالدين على الجهاد، وهو محمول على ما ذكرنا من صورة جهاد التطوع، فبر الوالدين أعظم، فأمره أن يرجع إليهما، وقال للآخر: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: تركت والدي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فهنا أمر الوالدين وبر الوالدين أمر عظيم مقدم على جهاد التطوع. قال: ويسن الرباط، هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يرابط الإنسان المؤمن. المرابطة اللي هي حراسة ثغور المسلمين، حراسة أطراف البلاد، حراسة حدود البلاد من دخول الكفار ومن دخول الفجار وغيرهم. قال: يسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم، يحرسون حدود البلاد حتى لا يأتي الكفار من هذا المكان. قال: لحديث سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر، خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أدري عليه عمله الذي كان يعمله، وأدري عليه رزقه، وأمن الفتان، فتان القبر يعني، وأمن الفتان. رواه مسلم. فهذا المرابط، مرابط يحرس حدود البلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان اللي يرابط في سبيل الله سبحانه ليلة واحدة خير من صيام شهر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه عينان لا تمسهما النار،
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالإنسان الذي يحرس في سبيل الله أو المرابط في سبيل الله سبحانه له هذا الأجر في حياته، له أجر عظيم عند الله. فإذا مات أجري عليه عمله، يعني لا ينقطع عنه العمل ويظل يساب عنه. قال أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، الله عز وجل يعطيه المنزلة في الجنة ويعطيه رزقه عنده سبحانه تبارك وتعالى. وأمن الفتان، يعني فتان القبر. رواه مسلم. أقله، أقل الجهاد في سبيل الله، قال ساعة. ساعة يعني جزء من الوقت، وقت يسير. قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط، ساعة ولو وقتا يسيرا، ولكنه حرس هذا المكان من أن يدخل فيه أحد من الكفار وغيرهم إلى بلاد المسلمين. تمامه 40 يوما، وهنا تمام 40 يوما لم يصح في حديث ذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام الرباط 40 يوما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب ولكنه ضعيف، فيه مجهول. وهو أفضل من المقام بمكة، يعني الإنسان يرابط في سبيل الله أفضل من أنه يقيم بمكة يعتمر ويحج. قال ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، تقي الدين شيخ ابن تيمية يعني. قال والصلاة أفضل من المقام بمكة، والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بسفر. والصلاة بالمساجد الثلاثة يعني عايز يقول أن الإنسان اللي يرابط، هذه المرابطة أفضل من أن يعتمر، هذه فضيلة له. لكن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أفضل من الصلاة في المكان الذي يصلي هو فيه. ففرق بين الرباط فله أجره، والصلاة له الأجر بحسب ما يصلي. قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص لهذه المساجد. المرابط قلنا يجرى عليه رزقه، يجرى عليه رزقه. هنا إجراء الرزق فسره حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال جاء رجل، أو قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فهذا الرزق الذي يجرى عليه بعد وفاته. الحديث رواه أحمد والطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الألباني. برضو ذكرنا أن الإنسان ولو كان عملا قليلا يؤجر أجرا عظيما عند الله سبحانه. جاء في حديث للبراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني النبيت، قبيل يعني هم قبيل من الأنصار، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. رجل هذا إسلامه الحين حالا أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. رواه مسلم ورواه أيضا البخاري، وقال عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا ما عمل شيئا إلا أنه أسلم وجاهد شيئا فقتل، فكان له الأجر العظيم عند الله سبحانه. أفضل الرباط ما كان أشد خوفا، يعني مرابطة في سبيل الله، حراسة الحدود لبلاد المسلمين. قال ما كان أشد خوفا، قال الإمام أحمد أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج. يعني الإنسان بيحرس ثغور المسلمين هذه في أطراف البلاد، قد يأتي عليهم الأعداء، والضعف قد يكون في هذه الأماكن المتطرفة، فالمولود فيها أعظم أجرا من غيره. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. هنا في الجهاد في سبيل الله سبحانه لا يجوز الفرار، والله سبحانه تبارك وتعالى قال ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب حنقف هنا على قوله ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولا واحدا من اثنين، فيها تفصيل حنذكرها في المرة القادمة إن شاء الله، ونجيب عن بعض الأسئلة بإذن الله. سائل يسأل
ما حكم من وجد الماء ولو كان الوقت قد ضاق بحيث إن استعمله في الوضوء أو الاغتسال خرج الوقت، هل يستعمل الماء أم يتيمم ويصلي؟ وهل هذا قاصر على المسافر أم الكل فيه سواء؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح مذهب الجمهور فيها أنه فرق بين المسافر وغير المسافر. إذا كان الإنسان مسافرا وضاق عليه الوقت، ومثلا صلاة العصر جاء وقتها وكاد ينتهي ويدخل المغرب ووجد الماء ولكن واقفين طابور على ما يتوضأ الأول، هذا يضيع عليه أو يخرج الوقت، فالراجح فيها أنه إذا كان مسافرا يتيمم ويصلي. أما إذا كان حاضرا فالأصل أنه لا يصلي الصلاة إلا بشروطها، فلا بد من الوضوء حتى لو كاد يخرج الوقت أو حتى لو خرج. فلو قام الإنسان من نومه وهو على جنابة وبقي على خروج وقت الصبح دقائق، إن اغتسل خرج وقت الصبح وجب عليه أن يغتسل حتى ولو خرج وقت الصبح. ولكن زي ما ذكرنا قبل كده إن الغسل ليس المقصود أن يغتسل بالليفة والصابونة ويقعد يغتسل فترة طويلة بحيث أن يضيع الوقت، ولكن قد يفرغ الإنسان الماء على جسده فيغتسل في خلال دقيقتين ثلاثة ويدرك الوقت أو حتى يدرك ركعة من الصلاة في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الصبح ركعة فقد قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هل يجوز لامرأة أرضعت ابن أختها مرتين، هل يجوز أن يتزوج من ابنتها؟ إذا كانت الرضاعة مرتين، المرأة رضعت ابن أختها مرتين، فعلى ذلك ليست ابنة أو ليس ابنا لها من الرضاعة، ليس ابن، لكن الابن من الرضاعة على ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي دل عليه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه بخمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات يحرمنا. هذا آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومات، وهذا مما يعمل به، خمس رضعات معلومات يحرم. فإذا أرضعت إنسانا خمس رضعات معلومات يبقى صار ابنا لها، ومعنى الرضعة أن تحمله على ثديها فيمتص الثدي حتى يتركه، شرب قليلا شرب يسيرا، طالما أنه ممسك بصدرها يرتضع منه فهذه واحدة، فإذا تركها اختيارا ثم رجع إليه مرة ثانية فهذه رضعة ثانية، وهكذا خمس رضعات معلومات يحرم. رجل قال لزوجته: أقسم بالله لو ما شغلتش مخك في شغل البيت أنت طالق. طيب تشغل مخها في شغل البيت، حاجات سخيفة وكلام سخيف كلام فارغ، والحلف بالطلاق بقت حاجات عجيبة جدا من الناس، تلاقي ناس حتى ملتزمين يقول علي الطلاق تعملي كذا وعلي الطلاق. لعبة يا جماعة، طلاق لعبة. إنسان يتزوج ونشوف اللي طلق للمرة الثالثة ويبقى رجل وفي المرة الأولى بيطلق ويجي يحكي إنه طلق وعمل وفكرها إن دي يعني حاجة كبيرة، ويجي في المرة الثالثة يبقى عمال بيعيط بالدموع. والله شفنا كتير يعيط بالدموع في المرة الثالثة إنه طلق المرأة. ما تلعبوش بالطلاق يا جماعة. هنا اللي قال هذا الشيء قال أقسم بالله، طالما قال أقسم بالله يبقى يقول أنا أفهم ما أقول، أنا أقسم بالطلاق، يبقى أنا بحلف بالطلاق وأنا عارف ما أقول. فإذا كان يقسم بالله أنها إذا ما شغلتش مخها هتكون، شوف هو يقصد إيه بقى ما شغلتش مخها في إيه، فالذي قصده في ذلك إذا لم تفعله وقع الطلقة. ما حكم العمليات الاستشهادية حيث أننا قرأنا لبعض العلماء أنها تعتبر انتحار؟ اختلف فيها العلماء، والراجح أنها ليست انتحار. الانتحار الإنسان يائس من رحمة الله سبحانه فينتحر، يقتل نفسه يأسا من الدنيا، وهذا لا، هذا لا يريد لا يأسا ولا غيره، هذا يريد أن يقاتل الكفار ويريد أن يسخن فيهم ويكسر من أعداد القتلى من اليهود وغيرهم، فإذا فعل ذلك في الكفار كاليهود وغيرهم ليس في المسلمين وليس في بلاد المسلمين ويقتل المسلمين، إذا فعل ذلك في الكفار كاليهود ونحوهم جاز له ذلك، وهذا ليس انتحارا لأنه ليس هاربا من رحمة الله وليس يائسا من رحمة الله، ولكن يريد أن يسخن فيهم ويريد أن يبتليهم ويريد أن يجعلهم يذوقون مرارة القتل كما يفعلون بالمسلمين. أريد أن أعرف حكم الشرع في حكم الحواجب، وإذا كنت أرتدي النقاب أي لا أحد يراني إلا زوجه، أريد أن أعمل حواجبي في ذلك. هنا تعمل حواجبها تقصد النمص، يعني النمص
النمص نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نتف شعر الحاجب، أن تأخذ من شعر الحاجب، هذا حرام. وبعض أهل العلم كابن جرير الطبري وغيره ذهب إلى أن النمص هو إزالة شعر الوجه جميعا، أي شيء من شعر الوجه فهو من النمص. والراجح ما ذهب إليه الجمهور كما قال النووي وغيره أنه إزالة شعر الحاجبين. فالمرأة إذا أزالت شعر الحاجبين بحلق أو بنتف ونحوها، هذا النمص الذي لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وهذا من الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم أن يطيع الله عز وجل فيها. فالأمر يمكن المرأة تشوف نفسها هتبقى جميلة لو فعلت كذا، ولكن الله حرم ذلك وأخبر أن الشيطان يجعلهم يغيرون خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله جميل أو كل خلق الله حسن، لما رأى رجلا من أصحابه قد أطال ثوبه حتى الأرض فأمره أن يرفع ثوبه، قال إني حمش الساقين، يعني رجل من الصحابة رجلي رفيعة دقيقة، فكان لابس الأفطان بتاعه مطوله أو الإزار مطوله عشان رجلي ما تبنش، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم برفعه قال إني حمش الساقين، قال كل خلق الله حسن أو كل خلق الله جميل. فالإنسان المؤمن أعطاه الله عز وجل صورة حسنة، أعطاه صورة مقبولة، فالإنسان المؤمن يرضى بما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يجوز للزوج أن يأمر المرأة بنتف حواجبها أو نمصها وقد علم أن الله يلعن على ذلك، لا يجوز له أن يأمر بذلك، وليرضى بالأمر الذي هو فيه طالما أنه أمر الله سبحانه. والله يرضيك، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى يرضيه الله سبحانه، من لم يرضى بأمر الله لن يرضى أبدا. يعني المرأة لو إن هي شالت حواجبها خالص، لو غيرت بقها حطته في أفاها، ولا يرضى بأمر الله سبحانه وتعالى مش هيتغير أبدا. الذي في نفسه هذا من حيل الشيطان، يضحك على الإنسان ليغير خلق الله سبحانه ويغير ما أمر الله عز وجل به. والإنسان المؤمن يرضى بما قاله الله سبحانه وما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت أن لبس الحائط في المسجد حرام، وكان الدليل على ذلك قياسا على الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهل هذا الرأي إجماعا بين العلماء؟ يعني الضروري واحدة اللي بتسأل هذا السؤال عشان هي حائط وعايزة تدخل المسجد وهي حائط، مش عايزين نتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأدينا بندرس الفقه وانتوا لسه في البداية بتدرسوا، لسه في أول الفقه، لسه آخر باب من أبواب العبادات النهاردة اللي هي ربع الفقه. الفقه أربعة أرباع، ربع عبادات وربع معاملات وربع أحوال شخصية وربع جنايات وقضايا، هذا لسه الربع الأول اللي انتوا بتاخدوه، ودي لسه بتسأل إجماع ولا مش إجماع. يا ترى كم حكم من الأحكام اللي درستموها كان فيها إجماع حتى الآن؟ الدين لا يؤخذ الأحكام الشرعية بالإجماع، ولكن يؤخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا نهى الله عز وجل المؤمنين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فنهى الجنب أن يدخل المسجد إلا أن يكون عابر سبيل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تأتي بالخمرة من بيتها إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فقالت إني حائط، كأنها علمت أن الحائط لا تدخل المسجد أو لا تمكث فيه، فلما قالت قال إن حيضتك ليست في يدك، كأنه يقصد أنت مارة والحيضة لن تندس أرض المسجد ولن تندس الخمرة، فأتي بالخمرة التي أمرتك أن تأتي بها، فداءته بالخمرة سواء من المسجد أو من البيت، فكانت عابرة سبيل فقط. ولم نعلم أن واحدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى المسجد ومكست فيه وهي حائض. وقد علمنا أن الكفار قد أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وربطهم في سواري المسجد، فهنا الأمر أنه جمهور أهل العلم على المنع من ذلك بالقياس على الآية وبما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد فكانت مارة فقط،
فلذلك يقال المرأة إذا كانت مارة في المسجد جاز لها كقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أما أكثر من ذلك فليس لها. وبلاش التنطع في السؤال إن هل هذا إجماع، زي بعض الجهلة والمغفلين اللي يسألوا ويقول لك هات لي حديث في البخاري يحرم هذه المسألة، يعني خلاص يا في البخاري يا بلاش، وتلاقي ما عرفش فين البخاري ولا إيه الأحاديث اللي في البخاري. الأسئلة يكون الإنسان يسأل ما الحكم الشرعي وما الدليل هذا الذي لك أن تسأل عنه، أما إن شرط الدليل أن يكون إجماعا فهذا من جهل السائل. هل يجوز للزوج الاغتسال مع الزوجة؟ يجوز. في الصحيحين أن السيدة عائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول دع لي ودعي لي، ويقول لها دعي لي. هل هناك كفارة على من جامع زوجته ويقضي يوما من رمضان؟ الكفارة زي ما ذكرنا في حديث سابق في الجماع في نهار رمضان فقط، أما في قضاء رمضان فهو آثم أن يفعل ذلك ويرجع عليه القضاء فقط اللي هو القضاء الأصلي بتاع رمضان. يبقى هو إذا كان إفطاره في نهار رمضان بأكل أو شرب وجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فإذا قضى هذا اليوم فأفطر فيه بأكل أو شرب أو بجماع وجب عليه قضاء الأصل اللي هو اليوم بتاع رمضان، أما اليوم اللي هو فيه اللي صام وأفطره فهو آثم على ذلك. يمكن نفس السؤال سأله أخ آخر كان يسأل عن أنه يصوم الكفارة في الظهار، يصوم كفارة الظهار، فهل إذا في أثناء كفارة الظهار جامع المرأة بالليل هل هذا الصوم صحيح؟ الراجح وهو قول الجمهور في المسألة أنه يفسد صومه بذلك، إن صوم الظهار لابد من شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فليس له أن يمس المرأة خلال الشهرين حتى يتم الشهرين المتتابعين، بخلاف كفارة رمضان إذا أفطر في رمضان بجماع فيصوم شهرين متتابعين، يجوز له في ليالي هذين الشهرين أن يأتي المرأة، وهذا اتفاقا بين العلماء، ومسألة الظهار فيها خلاف بين بعض أهل العلم. هل يجوز الحائض أن تجلس على سلم المسجد أو في داخل الميضة؟ سلم المسجد من المسجد والميضة من المسجد، إلا أن تكون دورات المياه لقضاء الحاجة فليست من المسجد. الرجاء إلقاء الضوء على هذين الحديثين، من الإسراف أن تأكل ما تشتهي، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يتأكل النار الحطب، هذا مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن الحسن البصري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والهنا يعني بنمنع من الكلام في المسجد، الإنسان جاي للمسجد ليس للكلام وليس للعب وليس للهو، وإنما جاء للصلاة أو لحضور درس العلم. فإذا كان المسجد فيه دروس علم فليس من حقك أن تتكلم، إما أن تجلس وتسمع وإما أن تخرج وتنصرف. أما أن تجلس وتسمع للدرس وتتكلم مع من يمينك وشمالك بغير حاجة، وده والحمد لله ما بيحصلش من الإخوة جزاهم الله خيرا، إنما الشكاوى كلها من الأخوات، الأخوات الرغايات، الأخت قاعدة رغاية سايبة البيت والرغي هناك وجاية المسجد تكمل رغي فيها، كأن المسجد مكان التسلية. وبرضه نسمع ان بعض الاخوات بتيجي للمسجد حاطه مكياج وحاطه روج وجايه تدور على عريس في الجامع دي ولا جايه تعمل ايه؟ المسجد مكان للعباده مش مكان تحطي فيه روج ومكان تتزوقي له. وقد جاء اللي اقل من روج الرائحه، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتي المراه الى بيت الله عز وجل وهي متطيبه، فاذا فعلت ذلك لم يقبل الله عز وجل لها صلاه حتى ترجع الى بيتها فتغتسل غسلها من الجنابه، فتتقي الله عز وجل الاخت المسلمة التي تصنع ذلك. البيت بيت الله سبحانه، تأتي بيت الله بأدب الله سبحانه الذي أدبنا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخت لبست النقاب وواجهتها مشاكل كثيرة وزوجها يطلب منها أن تخلعه خوفا من هذه المشاكل ومهددة بأن يطلقها ويطردها هي وبناتها من البيت، إذا وصل الأمر إلى هذا الشيء وليس لها حيلة فلعل يكون لها عذر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والنقاب عليه العلماء أنه البعض منهم أنه سنة والبعض أنه فرض، وهذا القول الأحوط في هذه المسألة أن النقاب واجب، هذا القول بوجوب النقاب القول الأحوط من أقوال الفقهاء فيها، لكن إذا وصل الأمر إلى طردها من البيت وليس لها مأوى فهذا أهون من الأمر إن هي تطرد من بيتها هي وبناتها. هل يجوز للمرأة الرسم بالحنة وهل هو اشتباه بالوشم؟
لا ليس اشتباها بالوشم، الوشم تغيير في الجلد تغيير دائم، أما الحناء وضع الحناء على اليد يجوز المرأة أن تضع الحناء على يدها، تضع الحناء على رجليها إذا احتاجت إلى هذا الشيء. الرسم إما أن هي هتمشي في الشارع بهذا الشيء مشيا مزوقة إيديها يرى الناس يديها لا يجوز لها ذلك، أو أن هي لا هي منقبة ولبسة قفازها ووضعت ذلك لزوجها يجوز لها أن تضع لزوجها. هل يجوز قول الحجاب فريضة عندما أرى فتاة متبرجة؟ يجوز، يجوز ليقول ذلك، ولكن أنت هتمشي هتبص عليها يعني وتناديها ولا هتعمل إيه؟ هنا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر احذر من أنك يرد عليك ضرر من وراء ذلك. يبقى الإنسان إذا قال مثل هذا الشيء والله أنك بتنصح واحدة جاءت تستنصحك انصح، إذا وجدت وأمرت بالمعروف من غير ما يترتب عليه ضرر لك افعل هذا الشيء، إذا كان الأمر هتجر عن نفسك ضررا لا تقدر على دفعه لا داعي لأن تضر نفسك. أسلم عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أجلس مع خطباتي في مع خطيبتي في وجود محرم له لها بقى مش له أم لا يجوز وما حكم الخطب؟ إذا وجد المحرم واحتجت إلى ذلك جائز أنك تجلس للحاجة، للحاجة كأن يكون إنسان خاطبة هيروح يجيب العفش هيقعد مع أبو العروسة يسألها رأيك إيه لونه إيه في كذا لحاجة فقط، أما لغير حاجة فهي أجنبية عنك. كيف الرد على القائلين بأن الإسلام انتشر بالسيف؟ والله سبحان الله رمتني بدائها وانسلت، الإسلام انتشر بالسيف واللي بيعملوه دلوقتي منتشر بإيه؟ الحرية والمساواة والعدالة اللي بتعملها أمريكا الآن في بلاد المسلمين بتنتشر بالقنابل، تنتشر بالقنابل الذرية، تنتشر بقتل المسلمين ولا بتنتشر بإيه؟ الإسلام فرض الله عز وجل الجهاد كما سنعرف، على من فرض الجهاد؟ فرض الجهاد على المسلمين يجاهدون حتى يخرجوا إلى الكفار الذين يمتنعون عن السماع لهذا الدين، وسنذكر في خلال الدراسة أن المسلم يأتي إلى هؤلاء الكفار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى إحدى خصال ثلاث، ما بيقولوش يا إما الإسلام يا إما إنك تقتل، لا يا إما الإسلام، إذا رفض الإسلام وهو في داره وتغلب المسلمون يدفع الجزية ويكون في داره له الأمان فيها، إذا رفض هذا وهذا وأصر على دفع المسلمين فالجهاد في سبيل الله، وفيها تفاصيل سنذكرها إن شاء الله حين ندرسها. ولكن كل صاحب دين يدافع عن دينه وفرض الله عز وجل الجهاد على المسلمين دفاعا عن هذا الدين ونشرا لدعوة الله سبحانه تبارك وتعالى. أهل مكة رفض الكبار سماع هذا الدين، الصغار أرادوا أن يسمعوا منعهم الكبار، كيف يصل هذا الدين إلى الصغار في مكة فيعرف إلى الضعفاء في مكة حتى يعرفوا هذا الدين؟ رفض الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أنه دعوني أبلغ رسالة ربي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فقط، راعوا المودة اللي بيني وبينكم، بلاش أنتم مش عايزين تسلموا بس سيبوني أدعو إلى الله. رفضوا هذا الشيء، فكان الأمر من الله أن يجاهد هؤلاء في سبيل الله سبحانه. مكث فترة طويلة لم يفرض الله عز وجل عليه الجهاد ولم يستجب له إلا القليل جدا من الناس، لما وجدوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم بدأ البعض يدخلون في هذا الدين. لما حصل صلح الحديبية كانوا هؤلاء نافرين على المسلمين، لما خرج اثنان من المسلمين أبو جندل وأبو بصير وأطعوا على الكفار الطريق وكانت معاهدتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الإجحاف، وإذا بأبي جندل وأبي بصير يزيقان الكفار نار الحرب كلما مر الكفار عليهم، كان الكفار من أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه في المعاهدة؟ قالوا من أتاك منا مسلما ترده إلينا، من كفر من عندك ورجع إلينا لا نرده إليك، لا تعتمر هذا العام، تأتي في العام المقبل لتعتمر ولا تدخل مكة بسلاح إلا السيوف في جلبانها، هذه شروط مجحفة بالمسلمين. طيب نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في عمرة القضية صلوات الله وسلامه عليه، ومن أتاه من الكفار مسلما رجعه صلى الله عليه وسلم، منهم أبو جندل وكاد أبو بصير، لما الاثنين راحوا في طريق بين مكة والمدينة وأعروا قطعوا الطريق على الكفار، إيه اللي حصل؟ خاف الكفار،
لم يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالولوش ان انت في العهد حنديك ونعمل، لا، خافوا بأعينهم لما شافوا هؤلاء في الطريق يقطعان عليهم الطريق، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص اللي يجي لك من عندنا خده أفضل ما يروح لهؤلاء، فعرفوا. فكأن الكافر لا يخاف إلا من القوة، ولذلك الله عز وجل علم ذلك وقال للمؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تدافعون عن دين الله سبحانه وترهبون عدو الله وعدوكم، فالكفار يدافعون عن أنفسهم ثم يريدون أن يذلوا الإسلام والمسلمين، يوم يقول المسلمين تدافعوا إيه؟ لا، هو الإسلام انتشر بحد السيف، هم يخافوا المسلمين، لا لا، الإسلام ما فيش في جهاد وما فيش في حد سيف، ما فيش في حاجة خالص، حتى يظل المسلمون مستضعفين دائما ويتقوى عليهم الكفار. فهذه مقولة الكفار، حتى يظل المسلمون في ضعفهم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. أقم الصلاة.